بيت امك بس، ما عندك حاجة تانية. ما في حاجة اسمه والله دي الحركات مسلحة وعمل لهم ترتيبات أمنية وخليه يجوا بأساس إسني ولا قبلي يحموا أهلهم في دارفور. لا لا، ما في كلام زي ده، ما في كلام زي ده، ما في كلام زي ده يا زول. زول من الشرق، من جبال النوبة، من النيل الأزرق، من 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 دارفور، من الشمالية، من الوسط، من أدروبات بريكنا نتواجد كي هاشك شاتباريو، برضو يجينا في دارفور يحمي الناس بأطباره عسكري. مفهوم بتاع انه والله يا اخي انا ده الجيشي وندربهم وبعدين يجوا. لا لا، ما في كلام زي ده. جيش ده قومي. اي زول خط في مخه انه ده يدرب جيش بتاع اسره وبعدين عشان يجي يهيكلوا في داخل الجيش ويطلوا من هيكلته بعد يتهيكل، دخلوا له الجيش ده، دمجوا له وعملوا له تسريح، دمجوا بس، وقال جيبوا لي ناسي ديل ونوديهم هنا في محليه يحموا لي ناسي. انت غبي ولا شنو؟ ما ينفع ده دكتور. انت ما عندك علاقه بهم. مع السلامة، ما عندك على غبار. دي ما شغلتك تاني انت. دي ما دولة، الدول ما بتبنى كده. وده سبب الصراع. لكن تعال ونرجع ورا شوية. هو يا جماعة هوي. أنا احنا قضيتنا ما خلينا. هسي تكلمنا في الفئة بتاع الألف. وقلنا تحياتنا لجبل مون. وقلنا تحية لأي ذول قاعد برا بيدفع قروش. تحياتنا له. والله جد. والتحية وكلنا كده ما بنطلع في الإعلام. ولكن حسي نحن طالين في الإعلام كلنا ال 1600 نفر ديل، انتوا كلكم شغالين لايفات، كلكم شغالين لايف، كلكم حسي ال 1600 نفر ديل كلكم شغالين لايف، بدليل تعليقك ده لايف. انت علقت هنا معناته انت طلعت لايف. دي ده بروفايل حقك. انت بترد لزول معناته طلعت لايف. ما بالضرورة انت صوت وصورة في تلفونك، ما بالضرورة. وما في زول يجي ناطر يقول لي لا لا والله يعني احنا اقسم بالله لو ما ردينا لايسا مدريد الجنجويط الرباطي بالحديد والنار وكده، ما لسه كان سايقنا بالخلا الطاهر ضربناه وضرب ضربه من حديد. انا منو ما يتكلم فوقي انا؟ اللي اي زول يجي يتكلم يا جماعه الفضاء ده مفتوح يتكلم فيني احرقني، لانه انت براك انت اللي بتحرق كرتك. ما في زول بحرقك، كرت ده ما بينحرق، انت اللي بتحرقه. انت ما بتجي تقول يا جماعه بالله عليكم عشان نطلع من اللغط والنفق المظلم بتاع القبليه والوسخ اللي احنا فوقه ده. وقبل اليوم اللي احنا قلت لك كلنا احنا عنصريين، نحاول نتجرد من الشغله دي شويه شويه. عرفت كلامي؟ كلنا وسخ. طيب تذكروا قبل اليوم الولد اللي كان قاعد في ليبيا ده من بيتنا عديل في ليبيا وقل ادبه مع البنات واكل حقهم، ضربناه على الهواء مباشره ولا ما ضربناه؟ ضربناه ضربنا والله ضربه من حديد. وده الشغل اللي بيودينا قدام، وده الشغل الحركات المسلحه حسي شفتها الحارقهم وحارق انفشفاشهم، انه نحن ما عندنا نسيب، سيتنا الله. ونحن للمواطنين وصلنا لهم رساله واضحه جدا بانه انتوا اللي بتحموا نفسكم، انتوا اللي بتغيروا، ما في زول بيجي بغير لكم واقعكم ده. والزول اللي بيجي بيقول لك لا لا نحن ما كل الموضوع هروب. يا اخوي حسي هم قاعد بقوه السلاح. هو المانع انه عجله التنميه تمشي في السودان. هم والكيزان هم المانعين. تعال انت قال والله انا ما دير سلاح وما دير انا جرد. اوعك تبكي لو قتل لك زول، اوعك تكتب بوستي، اوعك ما تشيل بندقيه، انت ما دير تشيل بندقيه، اوعك تجي ترى تكورك. يعني احنا متابعين كل الصفحات، السوشيال ميديا ده من الصباح من جر زي ده جر زي ده شفتها؟ عندي خمسه صفحات. اوعك تكتب، كتبت معناته طلعت لايف. جنجويتي ده بيشيل سلاح بكتلة. انت محتاج يا اخي لو الدولة يا اخي فرنسا دي شايلين سلاح لشنو؟ شفت المناورات بتاع الجزائر والرئيس الجزائري قال شنو؟ قال لنا احنا وفرنسا نتعامل بالند، ندي انا دي ند بالند، لانه ياما قتلنا ناس. ده ما انا قلته، ده الرئيس الجزائري قال الكلام ده. اول مناورات غواصات في البحر. مالو؟ مالو العالم ده عنده جيش؟ مالو العالم ده عنده ترسانة عسكرية؟ انت خير الترسانة العسكرية لا في تعليم لا في استقرار لا في منو بحفظ لك حقك؟ مالك ده البسيط ده اللي بحفظه لك منو؟ هذول شغال انا والله لا 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 انا والله قاعد في اوروبا ما ادري اشتري بندقية، ما ادري اشتري بندقية صاعي. طيب اوعك تقولك اوعك تشتكي اذا كان البندقية دي ذاتها نحن عشان نطرد بها الادو ده لو نحن صادقين، بعدين عشان يحفظ لنا حقوقنا. ولدنا ده اللي بيمشي المدرسة ده اللي بيحمي منو؟ الخرطوم. الان ما في زول بيحميك، بيجي بقلوا تلفونك بدقوك بيعتلبوا في بيتك، البنات اغتصبوهم، البحمين منو؟ انت البندقيه اللي ما دايره ده، ما في ماليشيا، والله في ناس جو من برا وقاعدين حسي في دولتنا، تطردهم كيف لو بدون بندقيه؟ ما اخوي اخوك كده
بس كده امسكه من اذانه امشي امشي يلا يلا عليه دقاش ليتس جو اقولها طب تلعب ايه ولا شنو هذول ها طيب اذا كان البندقيه ما في طيب ناس جبل مون ده يا جماعه ناس جبل مون ده ارفعوا لهم القبعات وارفعوا لهم التهيئه ناس جبل مون شايفين شنو بطيخ ما شايلين سلاح ولو ناس جبل مون ما شالوا السلاح قالوا احنا زيك انت قلت ما دار السلاح خلوا السلاح جدوه والمواطنين خلوا السلاح جدوه اللي بيحصل شنو؟ حميدتي طبعا بمشي بلقاه بريده بيروب ولما يمشي يخش هناك جبل مون ما زي جبل عامر فيه كميه ضخمه من الذهب لما يطلعوا معناته بيسيطر على السودان وما في زول يعني الليله حميدتي بيتكلم انه قاضي يا جماعه خلي يكون عندك كرامه شويه حميدتي قاضي حميدتي باعتباره رئيس وباعتباره قاضي وباعتباره اي شيء بدليل طيب هذول الباب البندقيه يا جماعه حميدتي باعتباره قاضي كيف؟ بجي بحدد ناس الجنينه بقول لك يعني الكلام ده ما مخصص به ما مخصص به اذا في صراع ذات وفي حركه مسلحه لو اصلا في جيش حقيقي وزير دفاع يتفاوض معهم يا جماعه كده تعالوا قولوا واحد اثنين ثلاثة بتاع هنايا المهم الموضوع ده بينتهوا منه لكن حميدتي بصفته شنو؟ يقول له والله شايفين جبال حميدتي كان رسل ناسه بيتهد وفات الخرطوم وانقلب في البشير وقعد انه هو داري يحكم وشاف الشغله دي انه الامور كده ما بتمشي لانه ناسه هنا في دارفور قاموا ضغطوه شايفوا يا جماعه ضغطوه قال له اول حاجه ان احنا الناس دي بعد جبتهم وجوا في السلام واتمكنوا وجزء كبير من المواطنين اشتروا اسلحه ما زي زمان كان ضربناهم بضربونا طيب بيكتلونا عديد زي ما نحن قاعدين نبتلهم بيكتلونا طيب يا حميدتي ناموا شنو؟ حميدتي الفتره دي قام قدام سلاح بيتهد اندر تيبل وقال لهم قاتلوا ورسلهم جبل مون 5 مرات تحيه لجان جبل مون هزموهم هزيمه ساحقه درشنا معهم كرينك 1 و2 واديكون والجنينه جوا ومستريه وما ادراك ما مستريه وقس على ذلك وامشي كده اتجاه زمزم وما ادراك ما زمزم واتجاه اتجاه الفاشر والتحيه لهم وشرق الجبل دق زي الدق دق بتاع دخول عرفت كلامي؟ اتجاه سربه اتجاه سلاع اتجاه اتجاه كل المناطق اللي انا ما ذكرتها اكلوا النار مع الجنجبيل حبيبتي قام شنو؟ انه جبيل كان بيرسل الناس دي بديم سلاح شاف الشغله دي ما بتظبط يا صاحبي لانه جبيل كان البشير زمان 2003 و4 و5 و6 و7 و8 الفتره دي كان البشير محل البيقة صعبه على حميدتي او موسى هلال بيقوم بيجي بدقه بطيران بيخلي الناس بيفتحوا مساحه الجنجويد بخش الجنجويد عمره ما كان هزم الحركات المسلحه ما كان نهائي طيب حميدتي قام جاب نفسه ونحن زمان قلنا يا جماعه الدعم السريع هو اللي قاعد يقاتلنا فحميدتي هسه جت جنينه بنفسه وقعد وقال يا جماعه انا داير اواجهكم كدعم سريع الله ما هو الجنجويد رسلهم لكن هزمناهم هزيمه ساحقه ضربناهم ضربه من حديد ها واتوحدنا في كتله واحده الضد ذاته ما عنده طريقه برضه بيندرج كان ابا يكون معانا نحن في خطنا برضه بدقوه ما بيخلوه فهمتي جا واجهنا اديل زبالنا نحن نقول والله يا اخي ديلك الدعم السريع شايفينه ديلك في كرينك يا جماعه ديل صوره ديل حرقوا المحلات دي موجوده قاعده في اليوتيوب هسه ديلك في الحته الفلانية هو ديلك الدعم السريع قال بدل اصلا انا كده كده مفضوح نجيكم اديل ان شاء الله تمطر حصو وانا اعمل لكم وعندي مواتر وادخل بتاع وما في اي زول يربط لي دوشكات في الجبال وبتاع عديل جاب يوشو الدغري بعد ده حميدتي جاكم بوشو الدغري جبال جايكم اندر تيبل تحت الطاوله وبرسل ناسه وناسه حزمناهم ضربناهم ضرب من حديد والتهيه لاحمد تهيه لتكايا احمد تكايا والرحمه والمغفره لاحمد تكايا في اديكوم وما ادراك ما اديكوم وما ادراك ما اديكم صبت احمد تكايا هناك وضربهم ضربه من حديد اكثر من 200 وشويه عطشان احمد تكايا والتحيه لجت الناس الابطال مع احمد تكايا وربنا يغفر له ويرحمه ويجعله من اصحاب اليمين تجي تقول لي انا ما ادري بندقيه لو ما في بندقيه ما كان خشاه بريده بروح والله العظيم اقسم بالله كلام اخوتنا دي قالت لو حميدتي خليته خش جبل مون اقنوا من السودان قال لي السودان ده فيه 40 مليون هيجي تاني 40 مليون مستوطنين جدد
استغلوا الناس في الخرطوم وحددوهم قاعدين من بيوتهم. في ناس هجموا من الخرطوم باعوا بيوتهم فاتوا. احنا بنرجع في قضيتنا ونذكر الناس ونوريهم انه طالما حميتي واجهنا عديد بالدعم السريع يعني احنا ما فاضي اليوم ما جيبين ناس وبيملصوا الدعم السريع او لابسينه قد يجي يدقونا. الا الناس اتقوا كرينك ده ما عديد دعم سريع. الا ولا نجيبهم لكم تاني. ضربناه ولا ما ضربناه؟ دقيناه ولا ما دقيناه؟ لكن خذونا كان بالجيش وخذونا بالطيران صح؟ ان احنا نحميكم وبتاع. قال ده ده تاني ما بنصدق هنا زول. عرفتوا كلامي؟ ما بنصدق اي زول تاني بعد ده. قدر يقف معنا حباب الف ما قدر يقف معنا طز فيه. عريقه فوقه. الزول اللي بيجي بيقول لك لا انا والله يا اخي ان احنا السوشيال ميديا ده حبيبنا. لو مش السوشيال ميديا ده امور ذاته ما بتمشي. اديله خد تاني بتاع. حسي مش الدعم السريع مواجهنا هاي وما اسوا من 2003 قاعد يضربنا ما دعم سريع صح هاي ما لح جنجويد حرس حدود لحنوا بتاع التدخل السريع لما بقى دعم سريع ما هم ذاته صح يا اخي انا بديك هنا امسك الزيت ده ان شاء الله يا جماعه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يكون انا مصور هنا ان شاء الله يا رب ان شاء الله كويس ما تتراجع زول ما تتراجع ان شاء الله يا يب ان شاء الله لا لا والله ما جبته هنا صدق اوكي تمام حلو شديد موجود في التلفون اللي انا حسي شغال بيه ده في صور عديل انا اوريكم لا ان شاء الله بكره لو ربنا امد في عمري وحي من الموت عديل الناس كتبوا في التعليق في التعليق يا جماعه في زول يخش الصفحه دي تهت يشوف التعليقات ويعمل سكرين شوت للتعليق بتاع جنجويتي ان شاء الله نلقاه هنا كلهم دعم سريع